السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحبابي في الله. اليوم راح تجدكم فيديو جديد. نأسف عن تأخير هذه المدة لظروف خارجة عن طاقتنا. اليوم هذا الفيديو راح نوريكم حاجة جديدة، وماشي حاجة جديدة، حاجة صارت لي. راح نشارككم التجربة تاعي مع موقع علي اكسبريس. صار لي مشكل في موقع علي اكسبريس، اللي هو اني دومونديت ولا كما نقولوا طلبت سلعه او منتوج او كذا، ولم اتوصل به بعد فوات المده، يعني لمده شهرين او اكثر. لحد الان طلبت المنتج على ما اعتقد هذا المنتج اللي راكم تشوفوا فيه، طلبته من 24 فيفري 2019 الى يومنا هذا، يعني 27، يعني رانا في مده شهرين. اتصلت بالبريد تاع الجزائر وقالوا لي هذا المنتوج ما لحقش ابدا. عطيتهم المعلومات كامل تاع التراكينغ نمبر كيما نقولوا، قالوا ما لحقش. كي دير هنا في التراك نمبر يخرج لك كيما نقولوا، تم كيما نقولوا ها سي بون، انا عندي هنا معلومات تم قبول الشحن من قبل شركه نقل الجو، سي بون. هذه المعلومه عندها من 28 فيفري 2019، يعني المده طويله بزاف هذه المعلومه، ما حبش يتبدل. بالنسبة للتراكينغ نمبر هذا هو، أنا تبعت هذا التراكينغ نمبر، ما زالني حتى معلومات، توصلت عليهم أني عيطت لهم، ما شغل عيطت لبريد الجزائر، قالوا لي هذا المنتوج ما لحقش، عطيتهم معلومات، قال لي مازال ما لحقش، ما كان حتى معلومات عليه، ما لحقش الجزائر وما دخلش. يعني المشكلة هنا أنه أعطانا هذا البائع، أعطانا إياه، أعطانا تراك نمبر غلط، والله بعثها لبلاصة أخرى غلطة، مع إن المعلومات اللي درتها صحيحة. والله ما نعرف، والله ما بعثهاش أبدا. يعني باش نتفاداو مشاكل هذو، بون فتحت نزاع كيما هكا. وبالنسبة للنزاع تاع الحالة تاعو والله أعلم، قبلوه ما ردليش البائع، فتحت أول خطرة نزاع، قال لي حاجة أخرى، أعطاني معلومات، قال لي باللي راه ممكن يستغرق وقت آخر. قلت له يا خويا انا ما نعطيك مهله لمده اسبوع، بل فتحت نزاع قبله، اعطيك مهله لمده اسبوع، راح نحي نزاع الى ما حدث في هذه المده الاسبوع هذه، ما راح نعاود نفتح نزاع واحد اخر. مامو حكيت مع هذا البائع هذا، مامو اعطاني معلومات. المهم كتبت له واعطاني لي ميساج، مامو دوك نوريكم الميساجات اللي جاوني. ايوا ميساج سنتر، بون بعث لي البائع واش قال لي، رميو هذا وهذا، او بعث لي هذا البائع قال لي انا نرجعو هنا دخلنا نسموه، شوفوا الرساله اللي بعثها لي واش قال لي. هالو ماي فريند، دو بروبليم زعما، قال لي مشكله راهي لاخر، راهي كونت كورنت مي مش عارف المشكله منه، هو داز نوت كونت مش منه، المشكلة راها في الرسوم وما نقدر ندير لك حتى حل. واش قلت لهم انا هذه البداية، بعثتها له قلت له بليز تيل مي واي ماي اوردر نوت ريسيفت يت واتس ذا بروبلم، اللي بعثتها له ما ردليش هنا. هاي جران حاول جاوبني، قال لي راه تشد 60 يوم ولا كذا. انا قلت له نعطيك مهلة اسبوع، عطيته المهلة تاع اسبوع ما ردليش. كي ما ردليش فتحت اخويا نزاع. كي فتحت النزاع، نتيجة تاع النزاع ديسبيتشد اهو، باللي كيما نقولو كمل اعادة الاموال تاعي، مامو مازال ما فيريفيتش سكور الشالي دراهم ولا والو. بون راح نوريكم المرة كيفاه تفتح نزاع مع اي بائع لاخر. بون انا عندي منتوج راه اون تراكين، مازال في الطريق، مازال حوالي رانا دوكا نشوفو كيفاه تفتح نزاع. راح نوريكم الطريقة، هنا راح ندير كلشي. هنا أنا حاب نوريكم برك كيفاه ما كلام كلشي، نكتبو open dispute. بون هنا عندك زوج خيارات، هنايا تفتح نزاع على جال باش ترجع أموالك لخاطر ما لحقتكش السلعة، والله هنايا روتن جود يعني ما لحقتنيش السلعة لاباس بها. يعني مثلا إذا طلبت حاجة كيما تليفون، والله الحاج لك مكسر ولا عفسه كيما هكا، يعني كاينه هنايا تحب ترجع دراهمك وترجع المنتوج، قول له راه جاني فيه مشكل. بون بالنسبه لحالتي انا، يعني ما لحقنيش المنتوج، لازم ندير انا ريفوند
my order. Bon, تخليها هنا ريفون my order. Bon, did you receive your thing? No, باينة هذه ما لحقني حتى منتوج. نورمالمون ما لحقنيش المنتوج تاعي، راح ندير له ديريكت ناو. هنايا باش يقول لي هنا ما يشرح يعطيني يعني باسكو مازال ما توفيتش الشروط اني ندير نزاع. النزاع هو عندك مهلة حوالي من مش عارف شحال، تعد مهلة يا ربي، المهم تعد في نصف المهلة أو أكثر من نصف المهلة باش يعطوك تقدر تفتح النزاع في هذا المنتوج. بون راح نوريكم هنا، زيد هنا واش دير هنا مثلا، راح ندير كوميز باش نوريكم الطريقة. برك دير هنا انت عندك بروبلام، بروبلام يعني تاع ولا مشكل نتاع انه المنتوج ملحقكش ريسيفت كوريكتومون جودز. هنا انا كي درت هنا انت راح تخير حاجة اخرى باللي المنتوج والله تراكينغ نمبر ما كانش. وهنا تكتب كتابة بيانات الطلب، يعني مش راح تكتب على ما لحقش المنتوج والله على ما وصلكش وشي بروبلام وشي هو، قول شغل اخر. زيد هنا الى لحقك المنتوج دير له براوزر او فيديو اذا كان فيه مشكل والله اخر، الى ما لحقكش باينه ما طلع حتى حاجه من هنا. بعد ما تكمل هذه راح يعطي المهله كما نقولوا للبائع مدتها 5 ايام، 5 ايام نورمالمو مدتها 5 ايام باش يعاود يربوندي لك. الى ما ريبوندي لكش البائع او التاجر او المتجر راح يتدخل هنا موقع علي اكسبريس وراح يساعدك كما نقولوا، راح يرجع لك دراهمك. هنا يزيدوا شي يديروا لك، يديروا لك هنا تخرج لي انا بعد ما كملت المهله جاتني هذه النتيجه، سبب النزاع لا توجد معلومات تعقب وما كانش حاجه وكتبوها لي بالاخضر راح ترجع لك دراهمك. يعني الى حبيت تحبس النزاع باينه راح دير ديسبوت ريسيفد هذا مكان. هذه معلومات اكل تاع البائع. هذا هو واش نقول لكم، حبيت نوريكم برك باللي هذا مشكل. الى صرا لكم بروبليم ديما قبل ما تفتح اي نزاع مع موقع علي اكسبريس، ننصح انك تتصل بالبريد وتعطيهم التراك نمبر تاعك وتشوف ويشوفوا في السيستم هما اسقوا الحق المنتوج هذا ولا ما لحقش. الى الحق راه ممكن يكون في الطريق، ممكن صرا بروبليم انه تاخر. الى ما لحقش راح يقول لك راه ما لحقش ابدا ما جاش المنتوج، يعني لازم تفتح هنا نزاع وترجع ان شاء الله دراهمك، يرجع لك بكل اريحيه، يرجع لك بالفيزا كارد. هذا ما كان، هذا هو الفيديو. اشكركم على المتابعه والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.